السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير وصحة يا رب. ان شاء الله النهاردة هنعمل طولي وكده، بسلق اللحمة وحش الريم يا حبايبي كده، كده اللحمة بتغلي على البوتاجاز. هاخد ايه؟ شوية بصل. بسم الله الرحمن الرحيم. كده احطهم ايه على الشوربه. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحط كده على شويه فلفل اسمر. بسم الله الرحمن الرحيم. هاي حبايبي، السبع بهارات. ودي جوز الطيب. بسم الله الرحمن الرحيم. ونغطيها ونغطي عليها عشان ما تكبش. حبايبي بنحمر البصلة عشان نعمل طبق تولي. وغدا يا حبايبي ده التولي، ده التولي الجزر وبطاطس وبزلة، ده عشان مطلعه من الفريز. ودي يا حبايبي الصلصة اللي بعد البصلة ما تحمر كده، اروح ايه مفضية الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. كده مش هخليها تحمر قوي يعني كده، عشان ما تبقاش طعمها مرر. حبايبي بنشوح اللحمة مع البصلة كده قبل ما احط الصلصة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط لها بقى ايه؟ معلقه سكر صغيره. يا حبايبي نحط لها كده معلقه سكر صغيره ونسيبها تتسبك، وبعد كده نحيقوها ونحط ايه الخضار. يا حبايبي بعد اللحمه كده ما خدت سوى الصلصه، نحط بقى ايه الخضار. الحاجات متلجة كده. حطينا الخضار مع الصلصة، هو بقى مش هياخد سوى جامد يعني، عشان ايه البزيلا والجزر نطلعه من الفريزر. نغطيها كده ونسيبها شوية بقى تتسبك. يا حبايبي من لما الاكل يستوي بتقولي هتكون عملنا حبة الرز ان شاء الله. رز ابيض باذن الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اهو يا حبايبي كده بقى مخرفش كده، نشفته خالص عشان لما احط الميه مغليه يبقى رز ايه مخرفش. اهو كده خلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. كده هوطي عليه واغطيه.
حطيت له الملح بتاعي. وكده يا حبايبي الرز ده خلاص استوى، بس ايه معلقه السمنه كده عشان تفلفل الرز ويبقى طعمه وريحته حلوه. اهو يا حبايبي الرز تحت زي فوق، هو كده متفلفل كده تمام تمام. اروح مغطياه واحطه بقى لما يشرب خلاص البخار كله، يبقى مفلفل وجميل. وهوريه لكم ان شاء الله في التقديم. بعد ما خلصنا الاكل يا حبايبي والاكل كده استوى بقى مية مية، ده التوني وجنبي الرز الابيض وده المخلل اللي عملناه مع بعضينا، وهنزلوكم ان شاء الله في صندوق الوصف وجربوا كده وقولولي. وصحتين وعافية واشوفكم بخير، والاشتراك ولايك والشير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اشوفكم بخير بإذن الله.